أني مجلس إدارة النادي الأهلي على أن أكبر تظاهرة رياضية 21 فريق في 11 يوم بيلعبوا، فده حاجة مميزة. ثانيا أن بعد غياب سنوات طويلة جدا أن أفريقيا لا تمثل في بطولة كأس العالم للأندية، هذه أول بطولة بيطلع منها فريق من أفريقيا يلعب في بطولة العالم للأندية. وطبعا الفرق كلها قوية جدا، البطولة مش سهلة. أفريقيا بقت فعلا من القارات المميزة في كرة الطائرة، بتاخد وضعها دلوقتي، والنادي الأهلي كل السادة المشاهدين شايفين أن مستواه بيرتقي من سنة لسنة ومن مباراة لمباراة، وماشي بخطة ثابتة تحت قيادة حكيمة، سواء من إدارة النشاط الرياضي أو من مجلس إدارة بيقوده واحد زي كابتن محمود الخطيب. كابتن محمود الخطيب الحقيقة زي ما أبهر الناس وهو لاعب، هو بيبهر قارة أفريقيا كلها دلوقتي بإدارته الحكيمة. وشعار الأهلي فوق الجميع ده بيتم تطبيقه بكل حذافيره فعلا، ان الاهلي فوق الجميع، والاهلي هو اللي عملنا كلنا. انا من 65 في الاهلي، فعلا حاجة يعني مش ممكن، الواحد بيفتخر ان هو من ابناء النادي الاهلي. اول حاجة